صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومرشدنا وفخرنا وفخر الموجودات سيدنا نبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وتابعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أصلحنا وأصلح أحوالنا وأصلح أعمالنا وأصلح ديننا وأصلح دنيانا وأصلح عاقبتنا. اللهم أصلح حكامنا وأصلح محكومينا وأصلح أرواحنا وأصلح أنفسنا وأصلح مريديننا وأصلح محبيننا وأصلح كاروبارنا وأصلح تجارتنا وأصلحنا وأجعلنا من الصالحين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وبجاه حرمة سيف عنا البلاء والوباء والمرض والكفر والفحش. منن علينا بالصحة والعافية والبركة ورحمة والمغفرة والشفاء. يا أرحم الراحمين رحمنا آتنا وفقنا زقنا في حاجاتنا. بجاه حرمة نبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين والخاتم النبيين. وبجاه حرمة مالك الأزمة المتصرفين السيد الشيخ أبا محمد محي السنة والدين غوث الأعظم الدستگیر السيد الشيخ عبد القادر جيلاني وقافة أولياء والصالحين برحمتك يا رحم الراحمين. وصلى الله على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه.